طيب احنا اغلب كده احنا عارفين ان الضرب عموما احنا العدد قيمته بتزيد صح؟ يعني لما انا اجي اقول لك كده 5 في 10 50، العدد بيزيد قيمته. لما اجي اقول 5 في 20 بنضربها ازاي؟ او 5 في 200، طالما عندي صفار في الضرب الاصفار بتنزل، عندي 3 صفار هنزلهم، هنزل الصفرين والصفر ده دي 3، ويتفضل عندي رقمين اهو اعمل فيهم ايه، الرقمين هضرب الارقام في بعض، 5 في 2 ب10، يبقى طلع 10,000. تمام، يبقى انا لما بضرب قيمة العدد ماله، قيمة العدد بتزيد. تمام، طيب لو انا جبت رقم تاني بس بدأت اغير واحط لك فيه بوينت، انا اقول 5.23 من 100، عايز اضربها في 10. ده فوق ما كانش فيه بوينت، فنزلت الرقم زي ما نزلت الاصفار وبعد كده ضربت الارقام، لكن هنا فيه بوينت. اعمل ايه في العلامة؟ العلامة في الضرب دي بتتحرك ناحية اليمين، فانا بعمل كده، لازم اعمل الخطوة دي عشان تعرف انك هتمشي ناحية اليمين. يبقى في الضرب العلامة بتتحرك ناحية اليمين، الضرب يمين، هتحرك ناحية اليمين يعني هتروح فين يا بس؟ هتيجي بعد رقم 1، لأن 10 فيها 0 و1، يعني هتيجي بعد الرقم 2. وأنا ماشية كده، أنا ماليش دعوة بالخمسة، كده كده الخمسة هتنزل زي ما هي. يعني مش على حسب الأخبار. أمال إيه؟ الرقم هيتحرك بعديل علامة، يعني العلامة هتبقى هنا، هتيجي بعد الاتنين، هتتحرك بعد رقم، يعني هتيجي بعد الاتنين، بدل ما كانت قبل الاتنين بقت بعد الاتنين. بقى الرقم كان 5.23 من 100، بقى 52.3 من 10. طيب لو أنا عايزة تاني أقول 5.23 يعني مش عايزة أضربها في 100، نفس مرة الفكرة، محدش يتكلم يا جماعة، أخلص شرحي وبعد كده اللي مش فاهم هيقول لي عيدي، هعيد. العلامة عندي هنا اهي، هتتحرك ناحية اليمين كام خانة المرة دي؟ المرة دي هتتحرك من ناحية اليمين 2، يعني هتتحرك بعد، انا اتحرك بعد الرقمين على طول، انا عد رقمين، ادي 1 2، هتيجي العلامة بعديهم، يعني العلامة خلاص اصبح مكانها مش نفس المكان، هتيجي بعد التالت. طيب لو جيت اقرا الرقم واحط هنا صفر، لان كده ما عنديش خانة اجزاء اصلا، فهنقرا الرقم نقول 523، يعني الصفر والبوينت ما لهمش لازم، فهكتبها على طول 523، ما احطش ولا صفر ولا بوينت. طيب لو أنا عايزة نفس الرقم هضربه في 1000، يبقى المفروض هحرك العلامة بعد 3 خانات، مش 2 ولا خانة. لو كان خانة واحدة لو كنت بضرب في 10، 2 لو بضرب في 100، هنا هحركه بعد 3 أرقام عشان أنا بضرب في 1000. فين البوينت أهي؟ لازم أحدد لنفسي أنا ماشية إزاي. أنا هحرك العلامة دي أهي، هجيبها بعد 3 أرقام، أدي أول رقم، ادي تاني رقم، مفيش رقم تالت، فبالتالي انا هزود صفر عشان يبقوا 3 ارقام، يبقى دي 5 2 3، واحط انا قلت الصفر عشان يبقوا 3 ارقام، وبعد كده العلامة هتيجي. لما العلامة تيجي هنا ملهاش لازمة، كده كده انا قريت الرقم 5230، فمش هحطها، هكنسلها خالص العلامة، فاقول 5230 على طول. يبقى ببساطة أنا بضرب في 10، بتحرك ناحية سواء في الضرب أو 10 أو 100 أو 1000، أنا بحرك العلامة. في الضرب في 10 بحرك العلامة خانة واحدة، في الضرب في 100 بحرك العلامة خانتين، في الضرب في 1000 بحرك العلامة 3 خانات. ناحية فين يا مس؟ بمشي ناحية اليمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هدي أفكار تانية، احنا دلوقتي شغالين على الدرس الوحدة الجديدة، الوحدة الخامسة، الضرب في قوة العدد 10، في قوة العدد 10، قوة العدد 10 اللي هي 10,100,000، 10,100,000 دي القوة بتاعته. لما اسمه يقول مضاعفات مضاعفات تبقى 10,20، احنا بنقول القوة وليست المضاعفات. يوم احنا لو ضاعفناهم مثلا لغاية ما نوصل مثلا المضاعف يعني 10 ضعفها 20،
عارف. العشرين تبقى 30، 40 ده ضعف اللي بيقبل اسم عليه. احنا بنقول شغالين على القوة 10. ايه القوة؟ ان انا بضرب الرقم في نفسه كذا مرة، 10 في 1 ب 10، 10 في 2، 10 في 10 ب 100، 10 في 10 في 10 ب 1000. هي دي القوة. تاني، انا لو جايب لي 3، 34 و500، 46 من 1000، وقال لي اضربيها مرة في 10، قال لي المرة التانية نفس الرقم اضربيه في 100، قال لي نفس الرقم اضربيه في 1000. الضرب بنتحرك العلامة ناحية اليمين. العلامة اهي، هبدأ أحركها ناحية اليمين، بعمل سهم كده وأحركها ناحية اليمين. هحركها كام خانة ناحية اليمين؟ طالما أنا بضرب في 10 هحركها خانة، لو بضرب في 100 هحركها خانتين، لو بضرب في 1000 هتيجي بعد 3 أرقام. هنا هتيجي بعد رقم 1، فين الرقم ده اللي هو بعد الخمسة على طول؟ يعني هتيجي هنا، هتتنقل رقم 1، يعني العلامة الجديدة مكانها هتبقى بعد الخمسة مش قبل الخمسة. طيب ادي العلامة اهي، هتتحرك ناحية اليمين. هنا هنحركها رقمين، هعد رقمين، ادي 1 2، هتيجي بعد الرقم التاني على طول. يبقى انا ما بعدش من 43، لا انا عد من اول العلامة فقط الارقام، انا ماليش دعوة خالص بالارقام اللي قبل العلامة، انا ببص للي بعد العلامة على طول. اللي بعدها العلامة اهي، انا هبدا احرك العلامه بعد 3 ارقام، 1 2 3، يعني هتيجي هنا، يبقى 3 4 5 4 6، وهتيجي هنا. العلامه في الاخر هنا ملهاش لازمه طالما مفيش هنا ارقام في خانه الاجزاء، يبقى هنشيلها خالص. يبقى الرقم طبعا 34546. ناخد اسئله نحلها ولا الناس لسه مش فاهمه؟ فاهمين يا بس؟ يلا الكل هيكتب في الدفتر ما عنده. لا يا ممكن تعدي ثانية. طيب احنا كده كده هنكتب أسئلة يا ملك، اللي فهم يحاول يحل، وبعد كده انا كده كده هحلها تاني. اللي فهم يا شباب يلا في دفترك. دكتور ليه هتجيبلي سؤال نحله؟ اه تمام. مسألة يلا يا شباب اللي فاهم هيا هيحاول يحل. ماما صاحية أصلا. الصوت يا ملك. 3 دولار بس يا مس. اه يلا هنكتب ونحل ونشوف هتحليته صح ولا غلط. نكتب الإجابة بس. براحتك. المفروض تكتب السؤال والإجابة يعني علشان تعرف أنت بتحل إيه. مش لا انا معلم رقم 1 اللي هو 10، رقم 2 100، رقم 3 1000. اوكي
يلا يا اصحى حلو، واصحى. يلا يا عمر حل معايا كده اول واحدة. شوف انا هحلها ولا اقول لك ثواني؟ انا هحلها وانت تشوفوا يا شباب حلتوها صح ولا لا. اول واحدة عشان مالك ما كانتش فاهمة، انا هحل. احنا في الضرب بنتحرك ناحية اليمين، بنتحرك خانة واحدة عشان انا بضرب في 10، يعني العلامة بدل ما هي هنا هتتحرك تيجي بعد رقم واحد، بعد 7 صح؟ يعني 6 2 او بعد 7. دي أول واحدة. لما بضرب في 100 العلامة هتتحرك خانتين، أدي العلامة الأول أهي، أحدد الأول أنا ماشية إزاي. أنا ماشية كده ناحية اليمين هتيجي بعد رقمين، أدي 1 2 أدي رقمين أهو، يبقى هي تيجي بعد الرقمين دول، يعني هتيجي هنا بعد 6 بعد 5. آخر واحدة أنا بضرب في 1000 العلامة عندي هي هتتحرك بعد 3 أرقام، هنعد 3 أرقام هم، يبقى هي هتيجي بعد ال3 أرقام دول، بعد 7 وال5 وال8، يعني هي هتيجي في الآخر خالص، واحنا قلنا في الآخر هنا ملهاش لازمة فأنا مش هكتبها صح، خلاص. الحاجات كلها يبقى صح. 62758. مين حلهم صح؟ بيسان انا حلتهم صح؟ شاطر يا عمر وعمار حلتهم صح؟ ايوه يا بس كله شاطرين انتوا الاتنين. هاي بيسان حلتهم ايوه. صح؟ طلعوا زي ما دول؟ بس احنا شطير صعبة. شطور. هاي يا جوري، وانت يا جوري يعني بس على فكرة ممكن اللي بيحل ده يختصر ويكتب الإجابة، يكتب المسائل هنا السلام عليكم. ويعمل البوينت في ساعتها خلاص. هاي يا جوري عملتيها ايه؟ حلتيهم كده؟ بس أنا ما كنتش سامعة حاجة فما فهمتش حاجة أصلا. طيب نعيدهم تاني. تمام ماشي شكرا. ناخد أسئلة تانية غير دي. لو أنا قلت 6 بوينت 23 جزء من 100 عايزة أضربها في 10، وعايزة أضربها في 100، وعايزة أضربها في 1000، يلا يا ملك تعرفي تضرب في 10 يا ملك؟ ايوه يلا يا عسل. العلامة تتحرك ناحية اليمين خانة واحدة، يعني هتيجي بعد الاتنين ولا بعد التلاتة يا قمر؟ لا تجيب التلات. طب انتي لو جت بعد التلاتة يبقى انتي كده حركتيها ايوه رقم واحد ولا كده رقمين؟ معلش قبل. طيب يبقى المفروض تيجي بعد الاتنين صح؟ ايوه تمام، يبقى 6 2 البوينت 3 بس. هاي يا ملك صعب ولا سهل؟ لا سهل. طيب العلامة ايه؟ الحركة بعد رقمين ليه؟ عشان احنا بنضرب في 100، بنضرب في 10 نحركها رقم واحد، بنضرب في 100 نحركها رقمين، بنضرب في 1000 نحركها 3 خانات. العلامة ايه؟ تتحرك هنا في 100 بعد خانتين، يعني بعد رقمين، ادي اول رقم وادي تاني رقم، يبقى تيجي بعد التلاتة. طب انا قلت لما تيجي العلامة في الاخر هنا ليها لازمة؟ ملهاش فمش هكتبها. طيب هنا العلامة المفروض تتحرك بعد 3 أرقام، طب ايه ده انا ملقتش غير رقمين اعمل ايه؟ ايه ايه؟ اللي عايزك؟ شكرا. عارفه كان هنا بعد رقم هنضرب في 1000 يعني هتيجي بعد 3 أرقام، طب نعمل ايه مفيش غير رقمين، فبالتالي هزود ايه؟ 0 علشان اقدر احط العلامة بعد 3 أرقام، يبقى 5 2 3 0. خلاص العلامة ليها لازمة لو حطيتها بعد 3 أرقام؟ لا ملهاش لأن مفيش رقم بعديها، فأصبحت 5000 6230. تاني أشوف الناس الشاطرة اللي مركزة هتحل ولا لأ. أنا بس أنا عايزة أحل واحد. لأ كله بيحل في دفتره، يلا كله يحل دي في دفتره. بس أنا همس ينفع تعدها لي تاني؟ حبيبتي انتي لسه داخله، والله لو قعدنا نعيد من هنا لبكره نعمل ايه؟ طيب احنا كده كده هنحل في الكتاب لان في فكره تانية هديها، ده احنا كده مش هنخلص النهارده. احنا عارفين ميعادنا يا شباب الساعه 8 بالظبط، احنا عندنا انا عندي هنا بتبقى 7 بس انتوا عندكم 8 بالظبط ندخل، انا 8 بالظبط ببعت اللينك فمحدش ياخر، لان انا لو فضلت اعيد الشرح لكل واحد هيدخل لا والله مش هنخلص النهارده، احنا كده كده بنحل.
مش حلتها. التزم بالمواعيد، الالتزام بمواعيد مفيش أفضل منه. خلاص خلصتها يا بس. طيب احنا بنضرب في 100، اديني بشرح تاني اهو عشان الناس اللي لسه داخلة. احرك العلامة بعد خانتين، العلامة اهي، واحركها ناحية اليمين. كام رقم بعد رقمين عشان 100 فيها صفرين؟ ادي رقمين اهم، يبقى هي هتيجي بعد رقمين على طول، يبقى 6 3 2 5. هنيجي العلامة اهي بعد الخمسة، التمانية، دي العلامة الجديدة. بس مفيش حاجة تانية في السؤال تتقال. ايه الفكرة التانية بقى؟ كمان مش هيسقط ان هو يخليك تضرب في 10 و100 و1000 بس، لا ده انت هتضرب في جزء من 10، وهتضرب في جزء من 100، وهتضرب في جزء من 1000، واحد جزء من 10. على الحل اللي ده انتي انت بتقوليه هتحليه ازاي وانت لسه، انا قلت لسه قلت حبيبتي، ده احنا هنضرب في واحد جزء، دي اجزاء، ازاي انا لسه ما شرحتش الاجزاء، وهنضرب في واحد جزء من 1000. يعني ايه بقى الضرب يا مس في الواحد جزء من 10، والواحد جزء من 100، والواحد جزء من 1000؟ ده معناه ايه؟ معنى ان انا اضرب في واحد جزء من 10 كأني بقسم بالظبط على 10، معنى اضرب في واحد جزء من 100 معناه ان انا كأني بقسم على 100، معنى ان انا اضرب في واحد جزء من 1000 معناها ان انا بقسم على ايه اللي كاتبها دي، ان انا بقسم على 1000. طيب يعني انا هنا المره دي بقى مش همشي يمين، دايما يا مس بتقولي لي القسمه شمال، يبقى انا لما بضرب في الاجزاء همشي ناحيه اليسار ناحيه الشمال. بس انا قلت المره دي لك العلامه اهي، انا همشي الناحيه التانية مش همشي يمين، لا انا بمشي شمال لان دي تعتبر قسمه. الضرب في واحد جزء من 10 كاني بقسم بالظبط على 10، يبقى انا همشي ناحيه الشمال. طالما بضرب في واحد جزء من 10 اتحرك ناحيه الشمال خانه واحده، يعني هاجي بعد الاتنين، يعني العلامة الجديدة هتبقى هنا. طيب اللي بعديها أنا بضرب في واحد جزء من 100، يبقى العلامة هتتحرك برضو ناحية الشمال لأن هي معناها القسمة على 100. هتحرك كام خانة ناحية الشمال؟ خانتين، أدي رقم أدي رقمين، وأحط العلامة الجديدة، يعني العلامة الجديدة بقت هنا 6 2 3. هنا بقى العلامة ليها لازمة، ما ينفعش تشيل لي العلامة. ليه؟ لأن العلامة دي معناها إن الأرقام دي أصبحت في خانات الأجزاء، فما ينفعش تشيل العلامة وأحط هنا صفر في خانة الأعداد الصحيحة عشان ما عنديش ولا رقم في خانة الأعداد الصحيحة. يعني أصبح الرقم 623 من 1000. لو لاحظتوا إن إحنا في الضرب في الأجزاء العدد بيقل زي القسمة، ما هو هو اسم، فقيمة العدد بتصغر بتقل. نكمل. الضرب في واحد جزء من 1000 معناها إن أنا كأني بقسم على 1000. قلنا القسمة شمال، يعني العلامة هتتحرك ناحية الشمال. هتتحرك ناحية الشمال كام خانة؟ 3 خانات. أنا ما عنديش غير رقمين، أروح مزودة صفر وأحط العلامة عشان يبقوا 3 أرقام، يبقى أدي العلامة الجديدة 0 6 2 3، وما عنديش حاجة في خانة الأعداد الصحيحة فبحط 0، يبقى أصبح الرقم 623 من 10 آلاف. هقول تاني ازاي شرحت الاجزاء تاني. أيوة يا مس، لو في 1000 على 100 صفر للشمال صح؟ من غير اه ما لو الرقم، لو انا عايز احط العلامه بعد 3 ارقام ما لقيتش غير رقم احل رقمين ازود صفر، لقيت رقمين ازود صفر، لقيت رقمين ازود صفر، لقيت رقم ازود 3 ارقام، اوريك دلوقتي. وما هيكون ليهم لازمة، مش هنشيلهم صح؟ طبعا الاجزاء تمام. بتفرق. طيب هنطلع وندخل تاني لأن أنا عندي زوم بيقفل ومش هعرف ندخل تاني.